ربما معنا النهارده عدد كبير جدا من الملفات الرياضيه، ربما تعادل الزمالك امام المريخ بدون اهداف احد ابرز هذه الملفات وابرز علامات الاستفهام ايضا. النهارده ايضا هنتكلم عن فريق النادي الاهلي اللي هيفتتح مشواره في البطوله قدام فريق الهلال السوداني، والنهارده ايضا هتنطلق مباريات الجوله الرابعه والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم. قراءه فنيه وافيه وتحليل كامل عن كل هذه المباريات وكل هذه البطولات هنستعرضها مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ عطيه عبد الخالق الناقد الرياضي اللي هيشرفنا النهارده وهيحلل معانا كل هذه الاحداث اهلا بك استاذ عطيه صباح الخير يا مصطفى مبسوط ان انا معاك اهلا بيك النهارده بنتكلم عن تعادل الزمالك الزمالك امام المريخ وربما في بدايه البطوله يعني كانت امال كبيره جدا معلقه ولكن هذا التعادل انهى كثير من الامال تعليق صحيح هو تعادل مخيب للامال بالنسبه لنادي الزمالك كل الجماهير كانت متوقعه انه هيكون في رده فعل بعد الخساره امام شباب بلوزداد زاد ثقتهم في هذه الانتصار بعد تصريحات جوزوالدو فريرا مدير فني نادي الزمالك اللي اتكلم عن انه ننسى ماتش شباب بلوزداد ونركز من اول ماتش الهلال او سوري المريخ انه هيبقى دور المجموعات بالنسبه لنادي الزمالك خمس مباريات فقط مش سته كل التصريحات دي بعد ثم الانتصار على سموحه 3-0 في الدوري وتقديم اداء نوعا ما جيد مقارنه بالمباريات السابقه كل ده ادى دفعه بالنسبه لجماهير نادي الزمالك ولكن صدمه كبيره حصلت امبارح بالتعادل السلبي امام المريخ الاداء كان باهت جدا كان عليه علامات استفهام كتيره استمرار النتائج السلبيه اللي بيحققها نادي الزمالك في مشاركاته في دور ابطال افريقيا اخر انتصار حققه نادي الزمالك من 8 جولات يعني الزمالك اخر 8 ماتشات في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا لم يحقق اي انتصار رقم مم. سلبي جدا اخر هدف سجله الزمالك في دور المجموعات في دورة ابطال افريقيا في الجوله الثالثه من النسخه اللي فاتت يعني بقى لنا خمس ماتشات نادي الزمالك لم يسجل اي هدف ارقام كلها لا تليق بنادي الزمالك ارقام محتاجه اعاده علامه استفهام تشوف الاوراق سبب الموجودة. ايه من وجهه نظرك كيف كان التقصير مكامن التقصير فين يا كابتن يمكن اكتر اكتر من سبب يعني لو خدنا اول سبب اللعيبه مثلا في في لعيبه كتيره قله خبرات يعني في لعيبه كتيره بتق... بتخوض البطوله لاول مره زي سيف فاروق جعفر آه، سيد نيمار يعني في لعيبه كتير ما عندهاش الخبرات الكافيه ان هي تكون متواجده مع الزمالك دورة آه، في معترك دوري ابطال افريقيا جوسوالدو فيريرا لم يتعامل مع المباراه بالشكل المطلوب يعني اشوف انه شفنا كلنا التشكيله اعتقدنا ان الزمالك سيخوض المباراه بشكل هجومي او بشكل فيه ان انت اللي عايز تكسب ما قريش الماتش صح أنت عايز تكسب فنبيل عماد دونجا لوحده في نص الملعب وعلى يمينه سيد نمار على شماله عبد الشافي وأنت قدامك بقى زيزو شيكابالا والجزيري فأنت متخيل أنت هتقدم مباراة هجومية ولكن اللي حصل على أرض الملعب أنه أول 20 دقيقة الهلال السوداني مضيع ثلاث فرص محققة للتسجيل يعني الهلال المريخ مضيع ثلاث فرص في أول ثلث ساعة أرقام كبيرة جدا عواد تألق بشكل كبير امبارح ولولا عواد كان ممكن الزمالك يخرج من هذه المباراة خسارة وتبقى الخسارة الثانية على التوالي ويقضي على أمالك أنت حتى الآن لسه بنقول في كلام يعني لسه لغايه دلوقتي في كلام ان يعني نمسك الاله الحاسبه ونقعد نبص والجماهير ناس الزمالك يعني اخر سنتين في دوري ابطال افريقيا ودي السنه الثالثه بتبدا البطوله بشكل مش كويس في دور المجموعات تخسر ماتش تتعادل الماتش بعد كده تبدا تشوف انا عايز اعمل ايه فالزمالك حط نفسه موقف حرج ولا يلوم الا نفسه لانه انت عندك معاك الترجي شباب بلوزداد فرق قويه جدا فرق تطورت بشكل كبير فانت محتاج ان انت تبذل مجهود مضاعف لان انت الماتش الجاي عندك الترجي في تونس مم. في رادس ماتش صعب جدا بالمستوى اللي قدمه الزمالك امبارح لا في هتخرج في مشكله ما قدمتش العقم التهديفي ان انت ما سجلتش هدف بقالك ماتشين ومن ثلاث ماتشات في النسخه اللي فاتت ففي مشكله تهديفيه هل ده هيقضي على اماله في التاهل للدور الثاني بتعتقد؟ هو التعدد بتاع امبارح يعني انهى على تقريبا 40% من فرص الزمالك يعني مم. خلينا نكون متفقين على الموضوع ده لي يتبقى لي امل انه يفوز يعني انه يحصل من الاربع مباريات اللي جايه على تسع نقاط يعني انت عندك وده الترجل. شيء صعب شيء مش مش فكره صعبه هو طبعا نادي الزمالك بال... باسم نادي الزمالك لا المفروض ان هو ياخد المباراه دي ان انت اللي عايز تكسب ويكسب ويكسب, ويكسب الترجي الزمالك كسب الترجي قبل كده في تونس وكسب الترجي في السوبر الافريقي في قطر من سنتين ولكن نوعيه اللعيبه اللي كانت موجوده وقتها اشرف بن شرقي فرجاني ساسي كل اللعيبه دي ما مش موجوده دلوقتي انت دلوقتي عندك ندره في اللعيبه انت النهارده الصفقات اللي انت جبتها كنادي الزمالك ما فيش اي اضافه فنيه يعني النهارده ماذا قدم عمر جابر منذ قدوم الناس الزمالك في الانتقاء الصيفي ماذا قدم ابراهيم النضاي العائد من الاصابه مصطفى شلبي 12 مليون جنيه في السنه دون ان يقدم اي مردود فني بالنسبه انا بكلمك بلسان حال جماهير الزمالك اللي شايفه انه ما فيش اي مردود من الصفقات اللي احنا او اللي تم التعاقد معها في بدايه الموسم علشان تكون تدعيم للفريق اغلب الصفقات موجوده على مقاعد البدلاء حتى لما بتحتاج الصفقه ان هي تنزل تغير لك الماتش بتنزل بدون اي اضافه بدون اي مساهمه <applause> فأكتر من سبب وتعامل زي ما قلت لك جيسوالدو فيريرا ان هو يخرج بره نطاق المباراه يعني ما هو ده يعني الاخطاء الفنيه لفريرا تحليله طبعا واحد اثنين ثلاثة جزء كبير طبعا التشكيلة التغييرات المتأخرة جدا يعني امبارح تغييرة في الدقيقة 86 أنت بتلعب بثلاث مدافعين وباين قدامك إن الفرقة الثانية من نص الشوط الثاني بدنيا وقعت خالص مم. وما عندهاش رغبة في إن هي تسجل أو مش مشكلة عليك خطورة أنت بتلعب بثلاثة أسحب على طول مدافع ثالث وأنزل مهاجم فالتغيير دي اتأخرت للدقيقة 86 يا أستاذ مصطفى لحد ما نزل إبراهيم أنداي وطلع محمد طارق الدفاع الثالث فكنت في... طب هو انت منزل ده انا لو منزل ميسي مش في اربع دقايق مش هيعمل حاجه فما بالك ابراهيم الانضاي راجل اصلا راجع من الاصابه لسه ما جابش فورمه لسه مش ما دخلش في اجواء المباراه اكتر من كرة ضيعها تراجع مستوى احمد سيد زيزو يمكن ده السبب الرئيسي في تراجع او غياب المعدل في نادي الزمالك انه احمد سيد زيزو مش في مستوى المعهود اللي كان بيقدمه السنه اللي فاتت احمد سيد زيزو أوه. تراجع كبير جدا سيف الجزيري المهاجم الرئيسي لنادي الزمالك المفروض ان هو يسجل اهداف امبارح جت الفرصه في الدقيقه 30 بخطا من دفاع المريخ فرصه سهله جدا وسانحه للتهديف راجل بيحطها بشكل غريب جدا في السماء حاجات غريبه جدا امبارح يعني جمهور نادي الزمالك مستغرب من جمهور نادي الزمالك بيقول برضه ان هو أنا زيزو جابوا شمال وجابوا يمين مع الولد ما كانش مركز تعليقك صحيح ولكن احنا انت بتتعامل مع زيزو على هو نجم الفريق دلوقتي هو لاعب الصف الاول اللي هو بيشيل فرقه ما ينفعش ان النهارده بتادي في الملعب اليمين زي ما تقدش المفروض انت نجم الفريق ولاعيب دولي ولاعيب عندك الخبرات اللازمه انت لت... اللي انت اللي تقود زمايلك انا شفت زيزو امبارح خارج عن تركيزه اصلا اكتر من مره الكره بتضيع منه لما يجي حد زميل ليه كره تضيع او ياخد قرار خطا في الملعب يبدا يتنرفز عليه او يبدا يتعصب عليه فزيزو خارج بين تركيزه اصلا عن الملعب نفس الامر متعلق بجيسوالدو فريرا لو اتكلمنا عن التشكيل والتغييرات والتعامل مع المباراه الوم على فريرا التعامل في اطار التصريحات خارج اطار الملعب بمعنى انه النهارده انت خارج من تعادل ثم هزيمه امام بلوزداد في الاول ثم تعادل المريخ لازم تتكلم على الاسباب الفنيه ما ينفعش اجي النهارده في المؤتمر امبارح اتكلم على ضرب الجزاء اتحسبت ضد في ماتش شباب بلوزداد وان انا ليا ضرب الجزاء مش عارف في ماتش ايه وما تتحسبش ضد ضرب الجزاء واتكلم عن الملعب الملعب بالمناسبه هو مش ملعب المريخ هو ملعب محايد الفرقتين مش ملعبهم بيلعبوا في ليبيا فالارض او الترتان ده عليك وعليهم ما ينفعش ان انا النهارده بتكلم وارمي حيني. وارمي اللوم على الملعب وارمي اللوم على الملعب طب رايك على... ايه عملي مع شيكابالا فيريرا انت تقييمك هل هو نجح فعلا في استغلال قدرات ولا انهكه طول وقت المباراه لا هو شيكابالا شيكابالا برضه احنا لازم نراعي فكره السن والمجهود البدني او العطاء البدني اللي يقدر يقدمه شيكابالا <applause> سنه برضه مش مقارنه بمعدل الاعمار اللي موجوده ما قدرش يلعب الماتش كامل <applause> راجل قدم شوط اول متواضع في في اطار المطلوب منه يعني ولكن كان تغيير في الشوط الثاني امر ضروري ومهم جدا الفكره ان انت ما عندكش بره حد يشيلك يعني بمعنى ان انا شلت شيكابالا ونزلت مصطفى شلبي فمصطفى شلبي راح شمال وجبت زيزو يمين مصطفى شلبي ما قدمش الاداء المطلوب منه يعني حتى كل الكره المفروض مصطفى شلبي الحاجه الميزه اللي موجوده عنده انه بيعدي واحد على واحد كويس جدا مصطفى شلبي فشل في ده اكتر من مره امبارح اكتر من كره بيدعي الاصابه وبدأت حتى الحكم خلاص قال له تعالى بقى أنت،, انت جاي بقى عايز تمثل فحتى الكره اللي كان فيها زقة بسيطه ما حسبهاش الحكم فانت الزمالك مشكلته مش في التوليف قد ما هي فكره ان انت ما عندكش حد اصلا بره على مقاعد البدلاء يلحقك وزي ما اتكلمت من شويه فكره الصفقات اي فرقه في العالم بتعمل صفقه يا اما تلعب بشكل اساسي يا اما بتنزل من على الدكه تعمل لك تدعيم في اي وقت من الماتش ده ما حصلش ولا الصفقات بتلعب بشكل اساسي ولا ولا بينزل من على الدكه حد بيلحق الفرقه في وقت تبقى محتاجه فيه المكسب او محتاجه فيه قرار فني فدي اخطاء كلها وقع فيها فريرة واخطاء كلها وقعت فيها نادي الزمالك امبارح امام المدارك. هل ازمه القيد وقفت عائق امام نادي الزمالك في تطور تشكيل الفريق؟ ربما يمكن في حته المهاجم يمكن نصر منسي يعني يمكن الزمالك امبارح كان محتاج حد يخلص الهجمات بشكل كويس لو نصر منسي كان موجود او متايد كان ممكن ينزل بديل لسيف الدين الجزيري اللي زي ما قلت لك اضاع فرصه بغرابه شديده جدا في الدقيقه 30 ما استغلش خطا دفاع المريخ وشاط الكرة بشكل غريب جدا في السماء فكان ممكن يبقى في مهاجم تاني على الدكه يلحقك ولكن سيف الجزيري انهك برده بدنيا في اخر الماتش ما كانش قادر يعمل الضغط ما كانت ما عندكش مهاجم بره تنزله نزل بريمان داي يلحقه بعد كده في الدقيقه 86 فكان طبعا الوقت متاخر جدا على احداث الفارق في تشكيله نادي الزمالك فتعادل زي ما بقول لك هو انهى اصلا على فكره انت 30 او 40% من امان نادي الزمالك ولازم نكون واقعيين لانه اخر ماتش يعني انت عندك دلوقتي الترجي في تونس ثم الترجي في مصر ماتشين ورا بعض بعد كده شباب بلوزداد في الجزائر اللي هو اصلا انت اتغلبت منه هنا هتروح تلعبه في الجزائر فرقه متطوره فرقة شابه وفرقه عندها القدرات الهجوميه الكويسه وبعدين تختم في المريخ في مصر فهنفترض ان انت كسبت ماتشين ثلاثه وجيت الماتش الرابع انت محتاج تكسب المريخ في مصر في الوقت اللي الناحيه الثانيه الترجي بيلاعب شباب بلوزداد كسبت انت المريخ وجيت ترجي شباب بلوزداد المفروض انت محتاج واحد فيهم يكسب الثاني الاثنين اتعادلوا عشان يساعدوا مع بعض السيناريو ده حصل بالظبط السنه اللي قبل اللي فاتت وجينا برضه الترجي كان معانا في المجموعه وجينا اخر مره الترجي لا ده مفوتين طب ما انت انت بتطلع نفسك يعني انت في النهايه بتازم نفسك في اول ماتش أو اول اتنين تخسر على ملعبك من شباب بلوزداد وبعدين تتعادل في ليبيا امام المريخ فانت بتضيع نقط في الاول بعدين ترجع اخر البطوله تقول اصل الفرقه دي متواطئه وانه حصل اتفاق وحصل تلاعب انا اعتقد الزمالك لا يلوم الا نفسه والزمالك فرط في ده في فرق خلاص يعني في فرق مصطفى زي سان داونز مثلا لعبوا ماتشين خدوا ست نقط خلاص هما حطوا رجليهم في الـ في, في النهارده الترجي لو كسب شباب بلوزداد ست نقط يبقى حط قدم في الدور ربع النهائي فالزمالك فرقه كبيره كان المفروض يعمل كده وكان المفروض يبدا بطولة بشكل كويس ويقفل صفحه النتائج المخيبه <applause> للامال في الدوري ولكن ده ما حصلش وللاسف يعني نتيجه محبطه لجميع نادي الزمالك كل التوفيق لنادي الزمالك بنتمنى له طبعا ان هو يعني يستطيع ان هو يتعافى في الادوار القادمه في دوري ابطال